تفرجوا في ضيف الأسبوع الجزائري، معنا الأستاذ مقران آيت العربي، محامي ناشط حقوقي في المجتمع المدني ورجل سياسي مستقل. راح نرجعوا علاش رجل سياسي مستقل، انتم بقوا معنا، راح نرجعوا نحكيوا مع الأستاذ بعد هذا الفاصل الإشهاري. ومستقل في نفس الوقت، لكن مستقل من الحركة الحزبية ومن معناها الليتيكات بوليتيك. هذا الاستقالة هذه تعاود ترجعنا إلى سنة 1991، وقت اللي كنت أنت مقبل من بين الأعضاء المؤسسين إلى حزب التجمع الديمقراطي من أجل الثقافة، الإخسيدي من أجل الثقافة والديمقراطية، التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية. وقتها كنت من المؤسسين، كنت رقم 2 في حركة في الهيراركي تاع الحزب. ولكن رغم هذا في 91 معناها وقت للجزائر باش تخوض أول معركة انتخابية في إطار التعددية الحزبية، نتايا أنا ذاك جبت نفسك من الحزب، لأي سبب جبت نفسك من الحزب؟ هي أنا حقيقة عضو مؤسس للـ RCD، تجمع من أجل الثقافة والديمقراطية. أنا لما ساهمت في تأسيس الحزب مع رفاق في هذاك الوقت، لمعظمنا كنا مع بعض في النضال، كنا في السجن مع بعض، عملنا مع بعض وفكرنا باش نأسس حزب. وحزب اللي أسسناه بعد أحداث أكتوبر فكرنا باش نأسوه، تكلمناش كيفاش نسميوه، لكن فكرنا باش نأسوه حزب قبل أحداث أكتوبر. ظروف ما سمحتش، جات أحداث أكتوبر أسسنا حزب. أنا لما ساهمت في تأسيس هذا الحزب يعني ما نندم على حد شيء، لكن لما انسحبت من الحزب كذلك ما نندم على حتى حاجة. ما ننساوش أننا مشينا مع بعض الانتخابات الأولى، هي الانتخابات البلدية، مشينا الانتخابات البلدية بوسائل متواضعة مادية، وسائل مادية متواضعة، لكن كان عندنا أفكار، كانت عندنا إيمان بقضيتنا، كانت عندنا أهداف، مشينا وخذينا بلديات حتى في منطقة الأوراس. خلصت هذه المرحلة، جات مرحلة جديدة هي الانتخابات التشريعية. الإنسان ما ينسحبش من الحزب لأسه لأسباب صغيرة، لأسباب تافهة، باش ينسحب لازم تكون أمور جادة. الأمور الجادة وشن هي؟ كنا شبان، نظرنا مع بعض، مشينا مع بعض، ما كاش لا بوليتيك بوليتيسيان بيناتنا، كان نضال بيناتنا. قررنا أننا نبقاو كديمقراطيين، نمشيو للتحالف مع الديمقراطيين، لكن عمرنا ما نتحالف مع السلطة. وجدت اكتشفت أنه القرارات نتاع الحزب تتخذها مجموعة تعمل في الظل، تعمل في الليل، ومن بعد نجي وحنا للأمانة الوطنية برك باش نعودوا كلام من جديد ونزكي والقرارات اللي تتخذ في الليل. قلنا ما كاش علاقة مع السلطة، تحالف مع السلطة، كاش لاليونس معها. مشينا واكتشفنا باللي كاين تحالف سري مع جناح في السلطة اللي كان يمثله السي غزالي اللي كان رئيس الحكومة. كمناضلين اكتشفنا مع الوقت أن القرارات الهامة اللي اتخذها الحزب كانت تدرس في مكان واحد آخر. وين تدرس القرارات؟ في الليل. وشكون اللي كان حاضر؟ بالتعبير الواضح تتخذ القرارات من طرف اشخاص رسميين ما عندهم حتى علاقه بالتجمع، ما عندهم حتى علاقه بالحزب، وما عندهمش جماعه من الحزب معناها ممثل عن الحزب أموا وحاضر معهم. لا، بطبيعه الحال باش تتخذ قرارات في الليل لازم يكون اللي يمثلنا بين المزدوجين، لازم يكون اللي يمثلنا. اذا هذا جانب، الجانب السياسي نتاع التحالفات مع السلطة والعمل المستقل باش نكونوا مستقلين عن السلطة وعلى كل تيارات. الجانب الثاني من الناحية المالية، أنا كنت في الحزب ما عندناش مال حتى باش نخلصوا لسيكريتير ولي بيرمانون، كنا نلايمو الدراهم بيناتنا، عندنا بعض المال ما كاش الدراهم. في الصيف نتاع 91 اتضح أن الحزب عنده دراهم،
منين جاوا الدراهم؟ المسؤولين في هذاك الوقت راهم موجودين حيين. تسقسي اي واحد قال الدراهم منين جاوا؟ حتى واحد ما على باله، حتى امين وطني ما على باله منين جاب الدراهم الى حد اليوم. لا بعد الامور تكشف، لا الامور الان معروفه عند الجميع. اما الناس ما تقولش لحد الان تقعد ساكته. لا 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 الامور الان معروفه، ما تحتاجش الكلام، ما تحتاجش. الامور الان اكتشفت مع الاحداث بعد 20 سنه كل الامور اكتشفت. اذا كاين الدراهم منين تجي، كيفاش تتصرف، حتى واحد ما على باله. ويكفي مشينا المجلس الوطني وطالبنا بالحسابات، قالوا لنا مشيو للامين المكلف بالماليه موجود اليوم يعطي لكم تقارير ماليه. انا مشيت الامين الماليه بطبيعه الحال، قلت له اعطي لي الدراهم منين تجي، يعطي لي دي روجيستر نشوف واش كاين. عطى لي روجيستر وين نشوف شحال لومب شرينا وشحال خلصنا لا سيكريتير. قلت لا ماشي هذا، الدراهم منين تجي وكيفاش تتصرف. الامين اللي مكلف بالماليه قال انا ما على باليش، قال انا اعطيو لي الدراهم نسجلها ونصرفها. اما شكون يمدها وين راهي الدراهم ما على بالوش. دونك هذا الجانب الثاني. الجانب الثالث، حنا ديمقراطيين وعملنا ونظلنا ضد الطغيان، ضد الديكتاتوريه، ضد الاستبداد، ضد الفكر الواحد، ضد الثقافه الواحده، ضد اللغه الواحده. عملنا ونظلنا مع بعض من اجل التعدديه في كل شيء. وجدنا انفسنا ان الحزب ما كانش يمشي بالوسائل الديمقراطيه. اننا عندنا مجلس الوطني، عندنا لجان، عندنا فروع في المناطق في الولايات، لكن القرارات اللي نتخذها ماشي هي اللي تطبق في الميدان، هي قرارات اللي كانت تجي انذاك من طرف الامين العام. هو اللي يستعمل لي ريزون تاعو داخل الحزب وربما حتى خارج الحزب باش يمشي الامور خارج الاطار الحزبي. لما وصلنا لهذه النتيجه ما كناش وحدين، كنا عشرات الاطارات في كل المناطق وصلنا للنتيجه. اما اننا نمشي للمؤتمر ونفضح الامور، لكن الشيء السلبي ممكن نكسر الحزب وتكسرت احزاب قبله، وممكن ننقسم الى حزبين وتقسمت احزاب قبله من قبل، وربما نوصل باش الناس اللي عندها الامل فينا تفقد الامل، تفقد الامل نهائيا. واما اننا ننسحب، لكن لما ننسحب ما ناسس حزب، ما نطبل، ما نغيط، ما نقول واش كاين. فقط انا عملت رساله مفتوحه للمناضلين ونذكرت المسائل الثلاثه هذو: الماليه، تسير ديمقراطي داخل الحزب، العلاقات مع السلطه او التحالفات مع السلطه. هذه ذكرتها في وقتها